طارق الإدريسي، responsable de l'IDEF Multipro، وكذلك en charge de l'animation des agences clientèles. اليوم، c'est en tant que coach innovation que je vous présente l'application l'IDEF 724 et son chef de projet, Si Habib Adnan. سي حبيب، كيفاش جاتكم الفكره ديال لابليكاسيون ليدك 724؟ في الحقيقه اللي جات من كونستاتاسيون، لاحظنا بانه الزبناء ديال ليدك لابد خصهم يديبلاصاو لاجونس باش يقضيو الاغراض ديالهم. الوغ شنو هي الاغراض؟ يخلصوا الفاتوره ديالهم، منها يقدروا يطلبوا ان سيرفيس خدمه، او بيان يديروا اون ريكلاماسيون. وهذا العبء حكم الدار البيضاء والتحرك في الدار البيضاء والتنقل في الدار البيضاء اللي يقدر يكون شيئا ما مكلف اولا وستريسون. ليدي سيتي كو نديرو تطبيق محمول كيمكن الجميع المواطنين ولا الساكنه ديال الدار البيضاء مي اوسي الزبناء ديالهم يقدروا يتصلوا بليداك. سي من هنا كو جات ليدي ديال لابليكاسيون ليدك 724. اللي جميل هو ان لابليكاسيون 724 هي لو ريزولتا دان ترافاي ديكيب. بالفعل هو ما يمكنش شي واحد يكونستروي ولا يخلق شيء لوحده ولفرده. اول شيء مشينا من ليدي، الفكره الاوليه قلنا اوكي غنديروا اون ابليكاسيون موبيل، تطبيق محمول. الشيء الثاني شكون نقدروا مع من نخدموا، دونك خصنا نديروا فريق، الفريق يكون متجانس متعدد التخصصات وعنده عنده روح ديال لينوفاسيون ديال الابتكار باش نقدروا نجاوبوا على لي ليميت فيزيك اللي كاينين الان، نوتامون ديال ديبلاسمون، نوتامون ديال اتر اون اجونس، نوتامون الواحد يكون عنده معلومه جيده وفي الوقت. اللي معهود على ليدك هو انها كتبتكر في اطار خدمه الزبناء، شرتي البوابه الالكترونيه، سنتر دابيل، الخلاص في عده نقاط في مدينه الدار البيضاء ومحمديه. بالنسبه لابليكاسيون 724 واللي كتوفر في بالنسبه للتنقلات، شنو تقدر تقول لنا في لو غان دو ديبلاسمون؟ الربح هو حقيقه ربح حقيقي وملموس. لو كليون زابون ني بلو كونديسيوني بار لي زوغيغ دوفيرتور دي زاجونس، يمكنو يولج الخدمات ديال ليدك في اينما هو وقت من الاسبوع ولا حتى في اليوم، يعني من الاثنين حتى الاحد ومن 24 ساعه ل 24 ساعه. والخدمات اللي كاينه اليوم موجوده في التطبيق، فيها اداء الفاتوره، فيها تحميل الفاتوره، فيها لا ريكلاماسيون، لا غومونتي دو ريكلاماسيون، الولوج المعطيات على الاستهلاك، الولوج على المعطيات على البيمون، على جميع اللي كنخلص الزبون. دونك هي في حد ذاتها اجونس مصغره في الجيب ديال الزبون، يمكن له يتصل بها يتصل 24 ساعه مع ليداك. هاد لابليكاسيون اللي اليوم كتعطي لا مان لو كليون باش يتواصل مع الشركه بلا ما يجي لعندنا، واش كتشوف فيها تحول جذري؟ بمعنى اليوم ليداك كتواكب هذا التطور الرقماني في المغرب وكتعطي لو كليون لا بوسيبيليتي باش بلا ما يجي بلا ما يعيط باستقلال تام يعبر لا سيما على دي دوموند ولا دي ريكلاماسيون الى اقتضى الامر. اشنو كتشوف في هاد السياق؟ وفي الحقيقه هاد المكونات كلهم اللي تحتهم السي طارق هما مكونات اساسيه لاي نجاح لاي تطبيق. ونجاح التطبيق هو نجاح ثلاثه ديال المكونات، هو المكونه الاولى هي ليداك، المواطن، والدار البيضاء كمدينه وك
محل عيش ومحل محل اقتصاد ومحل كما قلت محل عيش. الولوج للتطبيق كيمكن تحديد تنقلات المواطن، هذه الشيء الاول اللي شرنا له قبل. مجموعه من الخدمات كاينه، وحنا ان شاء الله احنا بصدد ادلاء ولا زياده خدمات اخرى لصالح المواطن. والانوفاسيون واحده اخرى اللي كنا زدنا نيت في هذا التطبيق سي طريق، سكو ماشي غير الزبون ديال اللي داك اللي عنده الحق باش يستعمل ويتواصل مع اللي داك، اي مواطن، اي سائح، اي انسان كيتواجد في الدار البيضاء حنينا لهم واحد لو كانال باش يكومينيكو مع اللي داك. اي دونك هذه كترمي الجوج الاشياء، كترمي لا ترونسبارونس اللي باغا اليوم اللي داك، دونك الشفافيه اللي معهوده دائما وما جينا غير عززناها، وثانيا كتاخذ على العبء ديال اللي داك تفكير بطريقه متواصله وبطريقه كامله على راحه المواطن قبل من راحه الزبون. اذا السي حبيب ما بقى لي غير نقول الساكنات محمديه والدار البيضاء فين ما كنتوا عارفين اش بقى لكم، نزل التطبيق وتجاوب معنا. في الحقيقه نزلوا التطبيق، هناك مفاجات جميله عما قريب، هناك فيرسيون جديده اللي خدينا بها بجميع المكالمات وجميع الاقتراحات اللي دلوا بها المواطنين والبيضاويين ولاد المحمديه، دونك دو غران كازابلانكا، خدينا بالاعتبار ديالها. اولا باش تكون تطبيق ميسر اكثر للاستعمال، يكون متعدد اللغات، يكون سهل الاستعمال. وكنشكر السي طارق على هاد لاكومبانيمون سي طرافاي ديكيب اللي كنا فيه اونصومبل، اللي مكننا نعطيو اليوم زياده، وكنتمناو تكون زياده جيده للجميع مواطنين الدار البيضاء الكبرى. من خلالك السي حبيب، ومن خلال الفريق، ومن خلال الشركه اللي وضعت هي وسائل ماديه ومعنويه باش هاد لابليكاسيون تشوف النور في خدمه مواطنين لو غران كازابلانكا، كنتمناو من الجميع يستعملها، ينزلها ويتجاوب معنا، يتواصل معنا، وحنا في خدمه جميع الزبناء ديالنا وكذلك سكان الدار البيضاء الكبرى. Thank you.